بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كثير يعني ما هم فاهمين الآلية الجديدة للعمل أو لطلب العمل. الآلية الجديدة أنه مثلا أنت تبغى العمل، فبعد التواصل معي على الرقم المخصص اللي أنا حاطه حيتم إرسال رسالة لك بالإيميل اللي تتواصل معاه. طبعا مثلا انا الان حاطلب مثلا طلب منهج سمارت كلاس، فارسل رساله الى الايميل الموضح. الان تم ارسال الرساله، طبعا طبعا بعد استلام الرساله حيوصلك رابط اللي هو منهجك. هذا رابط اللي حتحمل منه، وحيجيك كمان معاه اللي هو الكود اللي هو الخاص بفتح الملف مثلا، وهذا الكود اللي حيرسل لك عشان تفتح فيه الملف. طبعا هترسل لك الرسالة وحتوصلك. طبعا الآن هذه هي الرسالة، وصلت الإيميل وهذا الرابط. هذا الرابط اللي هحمل منه أنا. طبعا الأفضل في التحميل إنه لا تستخدم الإيدج أو الإنترنت إكسبلورر الخاص بالويندوز. الأفضل إنه تستخدم إما كروم أو فايرفوكس. طبعا حيحولك الرابط لما تنقر عليه مباشرة، تقدر تنقر عليه او تقدر بالطريقة الثانية انه يعني او انك تنسخ الرابط من هنا، يعني تسوي للرابط نسخ من هنا وتعمل له نسخ وتروح مثلا للكروم وحتعمل لصق في الكروم مباشرة، لصق العنوان الدخول إليه، حتلصق في الكروم وحيوديك مباشرة على صفحة التحميل. طبعا في التحميل انت حر، يعني هنا انا حسوي داونلود. انت حيجيك لانه هنا ما يمكن العرض، فحتسوي داونلود. طبعا انا وضحت انه انا استخدم برنامج اسمه ايجل جيت للتحميل، هذا هو البرنامج. الان بدأ في تحميل الملف، هذا هو الملف اللي يتحمل. طبعا الخط الاخضر هذا يبدأ بالتناقص لحد ما يوصل للاخير ويعطيني 100%، معناه انه تم اكتمال التحميل. زي هالملف 100% فاكتمل التحميل. طبعا التحميل عن طريق برنامج الايجل جيت او الداونلود مانجر افضل عشان الاتصال. بصراحة المتصفح لو قطع الاتصال حيقطع او حيسبب خلل في التحميل، فعشان كذا انا دائما انصح بالايجل جيت في التحميل. طبعا حينزل عندك هالملف اللي هو سمارت كلاس 3، هذا هو الملف. ف يعني تبغى تفكه هنا، لو ضغطت عليه ضغطتين حيعطيك خيار انه تعمل له استخراج، حيستخرج نفسه في نفس المكان اللي انت نزلته فيه. لو نقلته على سطح المكتب حيستخرج نفسه على سطح المكتب. فانت هنا حتقول له استخراج، حيطالبك بالكود. الكود بعث لك في الرسالة، هذا هو الان العمل قاعد استخرج نفسه. طبعا للتوضيح العمل ما حيحتاج انه يتصل بالنت، هي المرة الاولى فقط عند تحميله حتحتاج للنت فقط عند التحميل. بعد كذا مش حتحتاج نت ولا حتحتاج لاي شيء. حتقدر تنقل الملف هذا على فلاش او سي دي او دي في دي، او تخليه على سطح مكتبك، او تنقل لاي مكان شغال العمل بدون اي شيء. طبعا الان انا على الواي فاي حافصل الواي فاي. الان ما في اتصالات متوفرة، يعني ما في نت، فهذا هو العمل سمارت شغال.
يعني One. Look. هذا هو الاصدار الثامن، وهذه الآلية الجديدة لطلب الاكتف سي دي. يعني كثير يقولوا لي مو واضح الطريقة او مو فاهمين الطريقة، فهالفيديو ان شاء الله توضيحا لطريقة ارسال العمل، طريقة تحميل العمل، فك العمل. العمل بيشتغل بدون نت، هي المرة الأولى فقط حتحتاج نت لتحميل الملف، بعد كذا مش حتحتاج، وحيبقى العمل معك شغال إن شاء الله في جهازك بدون نت أو بدون يعني احتياج لأي شيء ثاني، مجرد الإرشادات تتبعها، وتتوفر البرامج الرئيسية عندك الأوفيس 2010 وطالع، البرامج التشغيل، الصوتيات والصوتيات، أشياء أساسية في أي جهاز ويندوز أو ماك موجودة. كان معكم أخوكم عبد الرحمن الحربي، أراكم إن شاء الله في شرحات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.